قد يشد مراني شو أمشي حا وحين كانت الإصابات في شهرها السادس أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في الجليل اسمها الناصرة إلى عذراء اسمها مريم كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف فدخل إليها الملاك وقال لها السلام عليك يا ممتلئة نعمة الرب معكِ فطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها ما معنى هذا السلام فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم نلت حظوة عند الله فستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع فيكون عظيما وابن الله العلي يدعى ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون ولا يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا فأجابها الملاك الروح القدس يحيل عليك وقدرة العلي تضللك لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله ها قريبتك الإصابات حبل بابن في شيخوختها وهذا هو شهرها السادس وهي التي دعاها الناس عاقرا فما من شيء غير ممكن عند الله فقالت مريم أنا خادمة الرب فليكن لي كما تقول ومضى من عندي الملاك والمجد لله دائما والرب يبارك عليكم المجد اليوم هو يوم مزدوج نحن في الأحد الثاني للبشارة قرينا بشارة مريم وهاليوم هو 8 12 أيضا هو عيد عيد مهم هو عيد الحبل بلا دنس يعني عيد اليوم اللي بينه تكونت مريم نفسها في أحشاء أمه وأعلن أعلنت سنة 1951 كعقيدة مسيحية بالساحة مال الكنيسة تمثال لورد أعلنت نفسها سنة 1858 ومكتوبة بلغة تذيك المنطقة جنوب فرنسا أنا المحبول بها بلا دنس قالتها للفتاة الصغيرة برناديت سوبيرو حياتنا المسيحيه دائما نحاول ان نختصرها لما نجي على الكنيسه كل احد ان نستعرض كل الاحداث المهمه في تاريخ الخلاص يعني بسنه وحدي نستعرض كل شيء من الحبل الى الميلاد الى الموت الى القيامه الى حلول الروح القدس وهكذا وهذا جدا مهم لانه كلمة الملاك لمريم هي مختصر ايضا لكل هذا الموضوع "الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك"، مني انت؟ يا ممتلئة نعمة على اساس هالكلمة الممتلئة نعمة اعلن البابا بيوس الثاني عشر عقيدة الحبل بلا دنس البدايات التحضير سر الخلاص الخلقة الثانية النظيفة ما قبل الخطيئة تشكيل مخطط الله مذبرانوثا يسميها طقسنا الكلداني الله بعد الخلق يدبر يدبر بيته ويقترب من عدنا هذا الاقتراب هو أساسي اقتراب دائما بأنواع وأشكال يقترب من عدنا هذه هذه الفكرة لا تشكل عقبة أمام إيماننا الله يحبنا واللي يحب يقترب اللي يحب يزور اللي يحب يبين محبته بالهدايا وأكو أحسن من أن يهدي نفسه هذا هذا المحب هذا الحبيب ولهذا سر البشارة هو سر مملكه الحب في هذا العالم الملاك يقل لمريم ولن يكون لملكه انقضاء ما كل الناس يشعرون لكن شويه شويه يقتربون ولهذا يسوع راح يقول التلاميذ اذهبوا في الارض كلها واعلنوا البشاره الى الخلق اجمعين. لا زلنا نحن الكره الارضيه فقط 31% يحملون اسم مسيحيين يحملون اسم يسوع. معمدين. 31% من سبع مليارات ونص عدد كويس. لكن يسوع يقول: اذهبوا في الارض كلها، مو من الناحيه العدديه فقط، لكن من الناحيه ايضا العميقه. قسم منكم شباب، وقسم منكم كبار بالعمر، وكن سمعتم هذا الانجيل وهذه القصه. هذه الاحداث. وكل سنه نتعمق اكثر فاكثر. بالحقيقه لما الإنسان ينضج من من يقترب؟ يقترب من نفسه يكتشف معنى حياته يكتشف ليش هو موجود بهالدني احنا موجودين بهالدني حتى نعرف ذاتنا حتى نعرف الاخر وحتى نعرف وين احنا رايحين هي هاي ثلاث أشكال معرفة تعرف ذاتك مع من وين أنت ريح هذا هو سر الثالوث سر الثالوث يكشف لي أولا بأنه أنا ابن الله ابن الله الخالق وابن الله المخلص وأكتشف نفسي لأني ابن الله عندي أخوة يمكن هالايام كثير بدنا نسمع كلام عن الثوره والمظاهرات ويمكن كثير مننا اكتشفوا معنى كلمه وطن ويمكن شفنا في الساحات علامات اخوه علامات عطاء سخاء ويمكن مثلي مثل كثيرين منكم نتساءل ايه وبعدين؟ ايش راح تكون النتيجه؟ شلون راح تنتهي هذه القصه؟ راح يستمر هذا القتل والانتقام؟ يعني طلعنا من ارهاب ندخل في ارهاب اخر؟ الى متى؟ ما ممكن الأمور تتحسن إلا إذا سمعنا نداء اليوم. نداء الملاك جبرائيل بأنه ابن الله. احنا مو أخوة فقط لأنه أرض واحدة، وطن واحد، لا. احنا أخوة لأنه عندنا أب واحد. مع الاسف كثير مرات كثير من الافكار كثير من النظريات اشعر وكانه هي نظريات ايتام كثير من الفلاسفه يتكلمون عن الانسان وكانه يتيم صحيح احنا اخوه بس ما اكثر الاخوه اللي لمن يموت ابوهم يتعاركون على الميراث يتعاركون على الفلوس يتعاركون شلون يتقاسمون الكعكه وهذا اللي شفناه هذا اللي شفناه بهالعقدين الاخيرين من تاريخ العراق يتقاسمون زين ما تفكرون بالاطفال بالمستقبل ما تفكرون بالشي اللي راح يصير بينا بعدين هذه حاله الايتام كثير مرات حتى من يموت الاب من يسافر يبقون الاولاد عندهم شعور بوجود ابوهم. بالانجيل يحكي انه رجل اشترى حقلا وسافر. بس هو موجود موجود بوصايانه، موجود بالشريعه، موجود بتعليماته. هل نحتاج ان نعيش خبره الاخوه اليتيمه؟ في حين احنا كلتنا نؤمن لا بس المسيحيين نؤمن بأن الله حي ان كان الله حي أشي يريد هذا الله؟ يرضى عن شيء نشوفه في هذا الزمن؟ يرضى عن الانانيه؟ يرضى عن الحروب؟ يرضى عن القتل؟ يرضى عن العنف؟ من موسى الوصايا كانت تحمل وصية مهمة جدا لا تقتل فإذا البشارة هي بشارة الحياة وجئت لكي ما تكون لهم الحياة وتكون لهم وافرة تكون لهم بوفرة مو مثل هذول المساكين الفقراء هذول الخمسة وعشرين بالمئة يمكن أكثر من بلدنا اللي هي تحت خط الفقر. اليوم الكنيسه ما تقدر تسكت. يمكن يتهموها بانه تتدخل بالسياسه بس من اكو فقراء هذه مو سياسه. هذه انسانيه. شلون اقبل ان يكونون 25% في بلد غني مثل بلدنا تحت خط الفقر؟ ما عندهم اكل، ما عندهم سكن، ما عندهم تعليم ما عندهم صحة ما عندهم ليش البشارة هي بشارة الملء ملء الفرح وملء الاندماج مع الأرض اللي الله عطانا هي تقسيم الأرض أن نورثها نحن ملكوت السماوات هي سماء جديدة وأرض جديدة هذه الأرض كيف نقدر نحولها الى ارض اخوه؟ والاخوه ياكلون سوا ويسبحون الاب ويمجدونه مثل ما نعمل اليوم بتراتيلنا، مثل ما جيتم وتجون كل احد، كل قداس تمجدون هذا الله بفرح. ديانتنا ديانه فرح. بشاره مريم هي بشارة فرح يا ممتلئة نعمة السلام عليك قسمي يترجموها افرحي النص الأصلي يقول افرحي يا مريم افرحي مريم هي نموذج الكنيسة إلنا لما نستقبل هذا المسيح راح نستقبله شوية لقب التناول نستقبل عطيته إلنا مثل ما أعطي لمريم هي الأم هي أمنا هي هي عطية الحياة أخذتها وعطتها إلنا ولهذا هالشهر كله صلينا قبل القداس هالصلاة الحلوة التبريكات باركنا له على البشاره وباركنا له على الولاده وباركنا له على الرضاعه وباركنا له على القبله الاولى وهي خبره عيشه كل ام كاجمل خبره بحياه المراه لا تستكثرون اذا ان نحب المريم هذا الحب القوي لانه مريم هي للكل هي أم الكل تحت الصليب راح تولد من جديد لمن يقل يسوع هذا ابنك يوحنا وهو يمثلنا كلنا رافقته وراح ترافقنا يعجبني من نطلع من الكنيسة كثير يروحون يسلمون عليا المحبول بها المبشرة بولادة يسوع. نفرح احنا اذا ايضا بقرب الله من عندنا بفضل مريم لا بل كان لا بس كان قريب لكنه صار اخونا حتى نصير احنا اولاد الله. امين.